في سهرة فرح على شرف عمار. إنه يحب الضحك. لو كان هنا لكنا استمتعنا بالنكات اللاذعة. أضحكوني أضحكوني، لو كان هنا لكان أضحكني لكان أضحكني. أرجوكم لا أخفي عليكم إنني بحاجة إلى الضحك. أرجوكم أضحكوني أضحكوني، أنا بحاجة إلى الضحك. يجب أن أنتهي من كل شيء قبل غروب الشمس. عمار سيأتي مع الليل. أنا جهزت الأكواب، أكياس السكر في المطبخ وكذلك أكياس الليمون وصينية الكنافة. لو أحضرناها الآن ستبرد. لقد أوصيت البائع عليها، سيحضرها بمجرد وصول عمار. هيا. كيف صارت الحادثة؟ لم يكن المرحوم عمار مسؤولا. السائق قادم في الاتجاه المعاكس، كان السبب، كان مسرعا منطلقا عكس السير. الدم تجمد بعضها على الأرض واختلط البعض الآخر بنثر الزجاج المتهش. المستشفى فارق الحياة
هيا يا زينب قدمي الشراب للضيوف. قبل أن يصل عمار حان وقت وصوله، أحب أن يدخل ويرى الجميع في حالة فرح. لماذا لم نذهب لاستقباله في المطار؟ ألا تعرفين طباع ابن خالتك؟ إنه يكره الاستقبال كما يكره التوديع. 3 سنوات وهو يسافر إلى أمريكا ويعود. 6 مرات حرمني هذه اللذة. مبارك الوصول بالسلامة. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا. مرحبا. عمار لم يصل بعد؟ سيصل عما قليل. أهلا وسهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الشرطي يقوم بالتحقيق لتحديد المسؤولية. تحجرت الدمعة في عيني. الصدمة كانت أقوى من الحزن. عمار مات. هي إرادة الله لا اعتراض علي، لكنني أتصور حال أمه. ينبغي ألا تعرف. هي مصابة بداء في القلب. المشكلة أن الخبر سينتشر حتما. يجب أن نسعى لمنع انتشار الخبر حتى لا يبلغ مسامع أم عمار. أو على الأقل تأجيل ذلك. اشربي يا مدام. اشربي من الشاي. وصل 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 وصل. السيارة وقفت عند الباب. شغلي الأسطوانة. شغلي أسطوانته المفضلة. أخشى أن تقرأ المأساة في عينيك. لا تخف، سأضبط أعصابي، سأزور ابتسامة على وجهي. أقترح ألا تذهب. أخشى أن تنهار أمامها إذا مستك بكلمة أثارت فيك الحزن. وأخشى أن لم أذهب أن ينشغل بالها فتتصل هنا وهناك ويترام الخبر إلى مسمعها. أنا لا أقوى على الذهاب معك.
على كل حال لن أطيل الزيارة. لا نستطيع التحكم بمواعيد الطائرات، خصوصا القادمة من بعيد. فور وصول عمار سنعود للتهنئة. فور وصوله سأشعل ضوء الغرفة العليا. سيصل إن شاء الله بسلامة. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. أهلا بكم. الحمد لله على سلامتك. شكرا خالتي. أين عمار؟ إنه مختبئ وراء الباب؟ لا أعرفه، إنه يحب المفاجآت. عمار؟ 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 أين هو؟ أما زال في المطار؟ لا 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 تقل لي إنه لم يأتي معك. في الواقع هو لم يأتي لأسباب. هي أسباب خالتي، الغائب حجته معه. أية حجة؟ الاستعداد تام لاستقباله وكل شيء جاهز. وحين تضاء الغرفة العليا سيتوافد المهنئون. نعم يا خالتي، ولكن لغيابه أسبابا. أسرع، إن قلبي يدق. تزوج؟ لا لا، إنه لم يتزوج. معلوم معلوم لن يتزوج، ولكن قل لي أين هو؟ في بعثة دراسية. نحن في فصل الصيف. أية دراسة؟ دراسة ميدانية. دراسة ميدانية؟ أنت أنت زميله، لماذا رجعت؟ لماذا لم يرجع هو؟ دراسة ميدانية يجريها هنا. في الحقيقة يا خالتي، قسموا الطلاب إلى مجموعتين. مجموعة ذهبت للدراسة الميدانية وأنا من المجموعة الثانية. بعد يومين سأسافر. معنى ذلك إنه سيتأخر شهراً، أليس كذلك؟ تقريباً. ألا يعرف أنني أنتظره وكل شيء جاهز؟ ظروف الدراسة تقضي أحيانا. سأبدأ في كره الدراسة وظروفها اللعينة. إلى أين أخذوه؟ إلى سان فرانسيسكو. هو يحب أن يقضي الصيف هنا. حتما.
من سيعود فور انتهاء الدراسة. أعطني رقم هاتفه الجديد. خالتي، ليس له هاتف هناك. نعم، سان فرانسيسكو ليس بها هاتف؟ إنهم في معسكر لدراسة بيئة الأرض، معسكر خارج المدينة. لا يعرفون بأن الأهل يريدون الاتصال بأبنائهم؟ أهي دراسة أم سجن؟ لعلهم قصدوا من العزلة أن يتفرغ الطلاب للدراسة. الاتصال بالأهل لا يمنع الدراسة. على كل حال هو لن يتأخر. كأنني لم أقتنع. خالد، إذا كان عمار مريضا أخبرني. هو ليس مريضا على الإطلاق. المهنئون ينتظرون الإشارة. عمار يعلم أنني وافقت على سفره من فرط حبي له، وأن الأشهر التسعة التي يكون فيها خارج البلد تسعة خناجر في خاصرتي. إنني أنتظر حلول الصيف كما الأرض العطشة تنتظر المطر. ينبغي أن يأتي الآن. إن الفرح المؤجل يفقد حرارته. لو أطل في أي وقت سيزرع الفرح في أحشائي، لكن إطلالته الآن لها مذاق خاص. خالد، خالد، هل مسه سوء؟ هو بخير. لا، صوتك ضعيف مرتجف. قل لي أين عمار؟ في أمريكا. أعرف. هل بعث معك رسالة؟ لا يعرف أنني أنتظره بفارغ الصبر. على الأقل يرسل رسالة يبلسم جراح الفراق والتأخر في الرجوع. لماذا لم يرسل معك رسالة؟ في الواقع هو أرسل رسالة. أين هي؟ ليست معي، مع صديقي يوسف. هيا هيا إلى بيت يوسف. خالتي، يوسف ليس في منزله. عفوا يا خالد، لا تغضب مني. إن عدم تسليم الرسالة إهمال غير مستحب. حسنا، سأبحث عن يوسف، لن أتأخر. إن لم يحضر عمار فلتحضر كلماته. استقبل الرسالة أفضل من أن أستقبل لا شيء. أفضل من أن أستقبل لا شيء.
لن يحضر عمار. العصير جاهز وصاحب الفرح غير موجود. لا يحضر المهنئون ما لم يظهر النور في الغرفة العليا. غدا سنوزع الشراب على الأطفال. أم عمار جاءت للمرة الثانية. ماذا قلت لها؟ كلمتها بصوت طبيعي، قلت لها إنك لست هنا فذهبت، ولكنها قالت إذا لم تحضروا إلى منزلها فستعود ثانية. هيا أسرع، لقد فقدت المرأة صبرها. ولسوف أضطر إلى الذهاب في جولة الدراسة الميدانية لمدة شهر أو شهرين. هذا معناه أنني سأبقى هنا في فصل الصيف أيضا. مستحيل مستحيل. اهدئي يا خالتي، الغائب حجتهما. هي حجة، إنه لن يأتي في فصل الصيف. إنني في جولة ميدانية لمدة شهرين، هذا يعني أنني هذا يعني أنه لن يحضر، إنني لن أراه. تريه في عطلة الشتاء. من يضمن بأنني سأعيش إلى الشتاء؟ ستعيشين طويلا بإذن الله. يعرف بأنني أحبه كثيرا. معقول؟ هو يحبك أيضا. لقد حطم هذا التأخير كل أحلامي. لا، لم يحطمها، ربما أجلها قليلا. أنا لا أعني الاستقبال. سيعود أخصائيا وسيبقى هنا العمر كله. إنه في جولة ميدانية ولن يعود إلى مكان عنوانه إلا في بداية الموسم الدراسي. رسالة على الآلة الكاتبة. يريد أن يثبت لي أنه أصبح يكتب بالآلة. تكنولوجيا. خسارة، إن الآلة لا توقع. كنت قد أعددت له مفاجأة حلوة. كنت سأعقد قرانه عليك في الأسبوع القادم. كان هذا أملي الأخير في أيامي الأخيرة، أن أراه متزوجا ومنك أنت. ليتك أخبرتي.
زينب. زينب. عمار يحب السمك لكنه ليس هنا. المفروض أنه هنا، العادات لا تتغير. السمك يجب أن نعتني بطبخه جيدا. سأدعو أصدقاء ولدي إلى العشاء، لو كان هنا لدعاهم بنفسه إلى العشاء. أيضا أحضرت خضرا للسلطة؟ لقد أحضرت كل شيء، انظري لقد التقيت كل شيء بنفسي. انظر. وأحضرت له صحف الصباح أيضا. سأحضرها كل يوم، سنحفظها له، سيقرأها حين يرجع. كان يتلهف على قراءة الصحف. الرفوف الخشبية امتلأت بالصحف. البيت بيتك يا خالتي، في أي وقت تشائين. شكرا. أنت ستسافر خلال أيام، أليس كذلك؟ بإذن الله. أرجو أن تتكرم بحمل هذه الهدايا معك إلى عمار. لا داعي، أقصد لا داعي للرجاء، هذا واجب. أرجو أن تقبل مني هذا المبلغ البسيط. لماذا؟ إن الهدايا ستوزن، ولا أريد أن أكلفك زيادة الوزن. يكفي أن تتكرم بحمل الهدايا معك إلى عمار. لا يا خالتي، أتريدين أن تحرميني من المساهمة بأقل الواجبات؟ كفك في دمعك يا أنسة، هذه إرادة الله ولا اعتراض لنا عليها. ما شئت أن أخبرك بالهاتف. ماذا سيحل بخالتي؟ أرجو أن تمهد لها قبل أن نخطرها رسميا عن طريق إدارة البعثات. أنا استدعيتك من أجل ذلك. جاءتنا مكالمة هاتفية تفيد أن الجثمان سيصل بعد أيام. وبعد الانتظار تذهب خالتي إلى المطار تستقبل جثمان ولدها. هذه النقود أعطها لعمار. هو لم يطلب مالا، ولكني أعرف أنه سيحتاج. حسنا. وهذه رسالة. حاولت جهدي أن أجعلها ساخرة. أرجوك لا تخبره أنني كنت حزينة لغيابه. قل له تألمت قليلا ثم قدرت ظروفك. قل له أن يكتب لي، فعزاء الوحيد في الرسائل التي تصلني منه. مع السلامة. إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك. يشفع لي، قد عشت لا أشرك في وحدانيتك. يجب أن تراقبيني وأنا أجهز طبخة السمك. عمار يحب السمك، وأنت ستتولين هذه المهمة. ستكون حياتك سعيدة معه. طبعا.
طبعه جيد، إنه مرح يحب الضحك، وأنا أعرفك جيدا. أستطيع الآن أن أقول أنني أحسنت الاختيار. إياك والشجاع، قد تكون هناك خلافات بين الزوجين، أنا الحكم. صدقيني سأكون عادلة. هل أضع الملح؟ وعي قليلا منه. عمار يكره الأسئلة الكثيرة. أين كنت؟ لماذا تأخرت؟ لا تلحي عليه بالأسئلة الكثيرة، هو سيخبرك بكل شيء، وأنا لن أتدخل في شؤونكم الخاصة. يكفيني أن ولدي سيكون سعيد، وأنت أيضا. أنا كبرت، أيامي معدودة، سأكون مرتاحة البال حين يحين أجلي. العفريت، لو كان هنا لكنا انتهينا الآن من مراسم الزواج. نصيحة، لا تنتظريه قرب الباب عندما يتأخر. مرة فعلتها معه، غضب مني غضبا شديدا، وقال لي إن أصدقائه يسخرون منه. هو كبر ولم يعد طفلا. لقد وصل عمار. ابن خالتك؟ نعم. تكلمينني كثيرا عنه. ابن خالتي. تحبينه؟ ابن خالتي. فهمت، ابن خالتك. هو يعاملني كأنني ما زلت طفلة. عمار يحب الضحك والنكات، ويحفظ منها المئات. أنا أنسى النكتة بعد سماعها. لماذا لا تتذوقون السمك؟ عمار يحب السمك. إن كنتم تحبون عمارا فأرجوكم كلوا. عمار يحبكم، كان يحدثني عنكم دائما. عمار يحب أصدقائه، ونحن نحبه أيضا. حين كان طفلا صغيرا كان يملأ البيت بالأطفال، يريدهم يأتون إليه. ولما كبر وصار في العاشرة من عمره ما عدت أراه في المنزل. تغيرت عاداته، أصبح يروح إلى أصدقائه، ثم ردة نحو الطفولة. عاد يجمع الأصدقاء هنا. أنا ما كنت أناقشه ولا أقف عثرة في طريقه.
هنا هناك لا فرق عندي، المهم المهم أن يكون سعيدا. هذا هو دور الأم، الأم التي ليس لها سوى ولد واحد مثل. ولما توفي والده كان علي أن ألعب الدورين، الأم والأب. عمار هو كل شيء في حياتي، هو عمري، هو الأمل الوحيد المتبقي لي. إذا تأوه آهة حزن أشعر بأن ضلوعي تتمزق. أظنكم تستغربون مني ذلك. ماذا؟ تتركوني أتكلم وتلزمون الصمت؟ خالتي، كلامك مهم ونحن نستمتع بالإسخاء. إذن اعذروني إذا استرسلت في الحديث عن ولدي. حين لا يكون موجودا على الأقل أتحدث معكم عنه، وهذه متعتي. كان القرار الصعب الذي اتخذته على مضض هو قرار الموافقة على سفره، ولكنه سيعود خبيرا، أليس كذلك؟ أجل، سيعود خبيرا ناجحا. إنه يعشق الدراسة، لعله يذكرنا مثل ما نذكره. تبكي؟ تبكي في سهرة فرح على شرف عمار؟ إنه يحب الضحك. لو كان هنا لكنا استمتعنا بالنكات اللاذعة. أضحكوني، لو كان هنا لكان أضحكني. أرجوكم لا أخفي عليكم إنني بحاجة إلى الضحك. أرجوكم أضحكوني، أنا بحاجة إلى الضحك. لا أخفي عليكم إن في قلبي غصة. فتريد أن أخبرها الخبر الناعم وهي تقول أريد أن أضحك. لقد خانتني أعصابي، ما عدت أستطيع الكلام. كل كلمة قالتها أوجعتني. وبعد أيام سيصل الجثمان. زينب انهضي، ستنامين عندي، لن أستطيع أن أوصلك، أنا متعبة. اذهبي إلى الغرفة الثانية. تصبحين على خير.
زينب ابنة خالتك تزورني من حين إلى حين، كبرت عن العام الماضي، لو جئت لرأيتها صبية حلوة ولوافقت على الزواج منها فورا. موسم الدراسي أرجوك تعال، الانتظار طويل ومضني. اشفق علي، من حقي أن أعبر عن شعوري. لا أحد يسمعنا الآن، غدا حين تكون أبا وحين يغيب عنك ولدك ستفهم أن الدمعة تنحدر من تلقاء نفسها. Thank you.
مهلك. وصل عمار، إنه يرتاح في الغرفة الأخرى، يرتاح من عناء السفر. ماذا؟ قطع الدراسة وجاء إلي. إنه مشتاق إلي، قال للعميد إنه مشتاق إلي. خالتي، لو أشعلنا ضوء الغرفة الأخرى، لو أشعلنا ضوء الغرفة العليا فلن يراها الناس. الشمس مشرقة في الخارج. أنا سأذهب وأقول للناس، أنا سألم الناس، أنا سأخبرهم، سيفرحون جميعا، سيفرحون جميعا. ستكون هنا تظاهرة تهنئة. ألم أقل لكم إنه سيأتي، إنه سيأتي؟ ألم أقل لكم إنه سيأتي؟ ألم أقل لكم إنه سيأتي؟ عمار سيأتي، عمار سيأتي، عمار، عمار، عمار سيأتي. Thank you.